هذه المذكرة، وإنما إلى مكان غير معلوم مجهول يسكن في مكان غير معلوم يسجن، وما جريرته وما ذنبه الذي ارتكبه في تلك الأوانٍ. إذا كانت حتى السياسات لا تعجب البعض، فليس معنى ذلك أبدا أن يرد الرئيس ومعه بعض الفريق الرئاسي في السجون أو في أماكن غير معلومة. انقلاب! 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 هو ده اللي اسمه الإرهاب! هو ده اللي اسمه الإرهاب! إننا إذ ندين من قام به سلطة الانقلاب تجاه الفريق الرئاسي المشهود له بالوطنية والإخلاص، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه دون إبقاء وبلا شروط، وندعو كافة المنظمات الحقوقية بواجب القيام بواجبها تجاه هذه القضية الإنسانية بامتياز، ونعلن من هنا من صرح الدفاع عن كل صاحب حق أننا سنلاحق كل من تورط في خطف الفريق الرئاسي بكل السبل، والعمل على رد الاعتبار لهم وفق القانون. دور أيمن علي الثاني عن التعليم هو رئيس الجمهورية الشرعي للمصريين في الخارج. هذا الرجل ترك أولاده لمدة عام وشوية وعاش هنا علشان مصر مش علشان مرسي. لم يتخاضى من ليمن واحدة، وأنا عاوز واحد يقول لي إن ابنك خدنا الليم من الرئاسة أو من الحكومة أو من أي مكان، هو متطوع لخدمة البلد. إذا كان العسكري قد لا يفهم في أمور السياسة وقد لا يعرف عنها الكثير، فاندهاشي وغرابتي تأتي بكل أسف، يندى له جليل الحليم من أولئك الذين يسمون أنفسهم قانونيين. كيف تقبل؟